طيب بقول لكم ايه، انا اظن ان احنا محتاجين احنا نشوف الفيديو بتاع امال ماهر وهي بتطمن الجمهور وبتطمن المصريين وبتطمن كل العرب عليها، علشان يبقى الكل عارف امال ماهر يا ترى كانت فين، امال ماهر ايه اللي حصل لها. لان انا شفت الفيديو فانا بقول لك امال ماهر كان عندها كورونا. الفيديو جاهز معانا يا جماعه؟ حد يطمني؟ جاهزين؟ تعالوا نطمن كلنا على امال ماهر. مساء الخير جمهوري واهلي، انا بخير الحمد لله. حبيت اطمنكم عليا، معلش الفتره اللي فاتت ما كنتش قادره اكون متواجده معاكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت. واول ما تعافيت حبيت ان انا اطمنكم عليا. الف شكر، انا حقيقي ممتنه لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله. وده ان دل عن شيء يدل ان ربنا راضي عني، لاني شايفه كم الحب الهائل والكبير. انا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب اهني الشعب المصري بذكرى ثوره 30 يونيو. كل سنه وانتم طيبين وانا بخير الحمد لله. واحب اقول لكل جمهوري انتظروني قريب. محمود، طيب احنا كده اظن كلنا اطمننا على امال ماهر. سمعنا امال ما قلت امال ماهر، امال في امان، امال ماهر، امال ماهر زي الفل، ربنا يقومها بالسلامه، تتعافى بشكل كامل من الكورونا. اظن كلنا اطمننا، واظن برضو تعلمنا درس ان احنا ما نقعدش نشير واللايك ونشارك يعني على هاشتاجز مضروبه وشغل قذر من الاخوان كما جرت العاده. يعني خلي بالك انه لما تيجي تقعد تركز كده، هو هتلاقي انه الاخوان حتى في برامجهم وفي صفحاتهم اللي هي بقى بيقولوا احنا اخوان عمالين بيقولوا شفتوا ويا ترى وحصل، واطلقوا شائعات وعاوزين يبوظوا علاقات وحاجه في منتهى القذاره والدناءه.